بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 60. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن وقد فرغنا والحمد لله من تفسير الآيتين من قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إلى آخر الآية التي بعدها، وهو قوله تعالى: إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. والآن نريد أن نتبين ما نستفيد من هذه الآيات الكريمة من أحكام. فالآيتان فيهما نوعان من صلاة أهل الأعذار كما سبق، هما صلاة القصر في السفر وصلاة الخوف. وهذا من تيسير الله عز وجل على عباده، وهذا مما يدل على أن المسلم دائما يلتزم بشرع الله عز وجل وأداء فرائضه، لكنه على حسب حاله. وفي الآية أن الرخص إنما تكون عند الضرورات، لأن إتمام الصلاة وإكمال الصلاة أمر ضروري، ولا تقبل الصلاة إلا بإتمامها، لكن في حالة الضرورة فإن الله سبحانه وتعالى رخص في أن تقصر الرباعية، وطلب منهم صلاة تليق بحالهم في هذه المسألة. وهذا من لطف الله جل وعلا بعباده المؤمنين. ويؤخذ منها أنه يجب تقبل ما شرعه الله بدون تحرج، لأن الله قال: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فالمؤمن لا يجد في نفسه حرجا مما شرعه الله، ولو كان لم تظهر له حكمة التشريع أو صار في نفسه شيء من الاستغراب، فإنه لا يكون منه إلا التسليم والانقياد، ويعلم أن الله لا يشرع تشريعا إلا لحكمة عظيمة قد تظهر للإنسان وقد لا تظهر. والحكمة هنا ظاهرة في حالة السفر، لأن السفر مظنة المشقة، وفي حالة الخوف لأنه مظنة انتهاز العدو الفرصة والانقضاض على المسلمين. ويؤخذ من هاتين الآيتين أنه لا اعتبار لاستغراب الناس فيما يشرعه الله لعباده، فربما يحصل من بعض الجهال أو بعض المتعالمين يحصل منهم استغراب لبعض الأحكام الشرعية، وذلك دليل إما على جهلهم وإما على ضعف إيمانهم. فالواجب على المؤمن أن يكون مطمئن القلب لما شرعه الله سبحانه وتعالى، وأن يعتقد أنه في غاية الحكمة والمصلحة، ويسلم لذلك تسليما.
ويؤخذ من هذه الآيات أن شريعتنا ولله الحمد جاءت برفع الحرج. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وهذا مما يدل على يسر هذه الشريعة وسماحة هذه الشريعة، ولكن التيسير والسماحة إنما تكون في حدود ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فالله شرع قصر الرباعية، وشرع صلاة الخوف، فدل على أن اليسر أن تؤدي العبادة على وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى، فما شرعه الله هو اليسر، لأنه لا يريد بعباده الحرج. دا أن التسامح ورافع الحرج يقصد منه التخلص من الدين أو ترك الأوامر والنواهي بحجة أن هذا الدين يسر وأنه تسامح، فهذا من فعل الذين يريدون أن يتخلصوا من هذه الشريعة ويتبعوا أهواءهم ويقولون الدين يسر، لا يريد أن يقوم أن يصلي في المسجد مع الجماعة صلاة الفجر، لا يريد أن يقوم من الليل، لا يريد أن يصوم، ويقول الدين يسر، ويفسر اليسر بأنه يترك ما لا ترغبه نفسه ولا يتوافق مع هواه، وهذا تجنن على دين الله عز وجل. فاليسر فيما شرعه الله، هذا هو اليسر، لا في ترك ما شرعه الله كما يظنه بعض المغرضين. ويؤخذ من هاتين الآيتين أن القصر خاص في الصلاة الرباعية، لأن الله قال: أن تقصروا من الصلاة، ولم يقل أن تقصروا الصلاة، أنه لو قال أن تقصروا الصلاة لعم ذلك جميع الصلوات، فلما قال من الصلاة دل على أن المقصود بعض الصلوات، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله حيث إنه قصر الرباعية إلى ركعتين، وبذلك وردت السنة المطهرة. ويؤخذ من الآيتين أنه لا يشترط الخوف في القصر في السفر، أنه لا يشترط الخوف في القصر في السفر، بل إن المسلمين يقصرون في السفر ولو لم يكن هناك خوف. وأما قوله: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فهذا القيد لا مفهوم له، لكن إذا اجتمع الخوف والسفر فإن القصر يكون من باب أولى، فيقصر العدد وتقصر الصفة. إذا اجتمع الخوف والسفر فإنه يجتمع قصر الصلاة في عددها إلى ركعتين، وقصر الصفة أيضا، بحيث لا يطيل الصلاة، أو الإمام يطيل الصلاة أو القراءة، وإنما يخففه. فقوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إنما هو وصف أغلبي،
قد يجتمع الخوف والسفر في بعض الأحيان لكنه ليس شرطا. يؤخذ من هذه الآيات بيان شدة عداوة الكفار للمسلمين، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، وهذه العداوة مستمرة إلى أن تقوم الساعة. فالكفر هو الذي يحمل أصحابه على عداوة الإسلام، وهذه سجية مستمرة معهم إلى أن تقوم الساعة، فهم يحاولون صرف المسلمين عن دينهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا مما يوجب على المسلمين الحذر من الكفار، وأن لا يغفلوا عن كيدهم ومخططاتهم، وأن لا يثقوا بهم، بل يكونون على حذر منهم، وأن يعدوا العدة لمقابلتهم وصد شرهم دائما وأبدا، خلاف ما يذاع ويكتب الآن في الصحف من أنه يطلب التسامح مع الكفار والتقارب معهم وإلى آخره. فهذا يخالف هذه الآية، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. قد أشرنا في الحلقة السابقة إلى أنها ليس معنى هذا قطع التعامل المباح معهم، وإنما معناه أننا لا نثق بهم ولا نحبهم، وإنما نكون دائما على حذر منهم وعلى أهبة الاستعداد لصد شرهم دائما وأبدا. هذا هو المقصود، وأن ننزع الثقة بهم، لأنهم أعداؤنا وهم أعداء الله قبل عداوتهم للمسلمين، والله عدو لهم، فإن الله عدو للكافرين. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.